بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة هنتكلم كتير جدا عن منتخبنا الوطني الأول ومنتخبنا الوطني الأولمبي. خليني أبدأ بكلامي عن المنتخب الوطني الأولمبي، وهنتكلم طبعا في جزء من هذه الحلقة عن النادي الأهلي وإصابة حمدي فتحي، وهنتكلم عن حاجة تخص كابتن محسن صالح، حاجة مهمة جدا 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 هتكلم فيها مع حضراتكم. ولكن بعد ما اتكلم عن المنتخب الأول، المنتخب الأول سيبدأ مشواره الرسمي الحقيقة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد وجهازه المعاون غدا إن شاء الله في تمام الساعة 6 باستاد برج العرب. منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب كينيا في واحدة من المباريات الهامة جدا اللي هيلعبها منتخبنا الوطني. زي ما حضراتكم عرفتوا وزي ما كل الناس عرفت إن محمد صلاح تم استبعاده من قائمة المنتخب بسبب إصابته، وكان هو متواجد امبارح في معسكر المنتخب، ولكن واضح إن رجليه فيها مشكلة فهياخد وقته في العلاج لغاية لما يرجع مرة أخرى إن شاء الله إلى نادي ليفربول ومنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة. ده بالنسبة للمنتخب الوطني. خلينا نتكلم أكتر عن المنتخب الأولمبي الذي يخوض مهمة وطنية كبيرة جدا الحقيقة. خلال المباراتين السابقتين منتخب مصر كسب منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء في أداء غير مرضي، ولكن 3 نقاط كانت هي الأهم وهي اللي فتحت الباب للمنتخب الأولمبي للمباريات التالية. المباراة الثانية أمام منتخب غانا منتخبنا الوطني الحقيقة قدم فيها مباراة رائعة. الشوط الأول كان جيد بالمناسبة، قدم فيه المنتخب منتخبنا الأولمبي أداء رائع خلال الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني كان شيء مختلف تماما. تخيلوا حضراتكم لما أقول على الشوط الأول أداء رائع واجي بقى مش لاقي كلمة أقولها في الشوط الثاني. ماذا حدث في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني كان ما فيش أحلى من كده وما فيش أروع من كده. الخطأ الوحيد اللي عمله مدافع منتخبنا الأولمبي، أنا عارف طبعا اسم المدافع بس أنا مش حابب أن أنا أقول، لأنه إحنا دلوقتي في مهمة قومية، الكل يجب أن يلتف حول منتخبنا الوطني خلال الفترة، منتخبنا الوطني الأولمبي ومنتخبنا الوطني الأول خلال الفترة القادمة. وبالتالي خطأ من أحد المدافعين الحقيقة تسبب في الهدف الثاني، ولكن بعد هذا الخطأ وبعد هذا الهدف منتخب الأولمبي شكل تاني تماما. ايه الروح دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه التغييرات الجامدة دي؟ كل حاجة. والحقيقة كابتن شوقي غريب، وانا حابب ان انا اتكلم في هذا الموضوع تحديدا لانه كابتن شوقي غريب خلال الفترة السابقة الكل او كان بيصنف ضمن المديرين الفنيين التقليديين، اللي هو بيغير واحد مكان واحد، معروف طريقة لعبه عاملة ازاي، شكلها عامل ازاي، الطريقة اللي بيمشي بيها عامل ازاي. كابتن شوقي غريب الحقيقة في المباراة السابقة من وجهة نظري ان هو غير تصنيفه واصبح مدرب مبتكر. بمعنى ايه مبتكر؟ ما خدوا بال حضراتكم واحنا بنتكلم لازم نتكلم بمنطقية واقعية. ده دايما سلو بلدنا، يعني احنا دايما في ملعب الاهلي بنتكلم بهذا الشكل بالمنطقية والعقلانية. لما المدير الفني او لما لاعب ينزل ويعمل حاجة مطلوبة منه 3 أو 4 أو 5 مرات، وانا هنا بتكلم على عبد الرحمن مجدي نجم النادي الاسماعيلي واحد اهم وافضل اللاعبين مع المنتخب الاولمبي، على الرغم من هو بينزل في فترات قليله في مباراه مالي او في مباراه منتخب مالي، قدم مباراه او ربع ساعه نزلها او تلت ساعه نزلها قدمها بشكل جيد جدا. ايضا في المباراه السابقه امام منتخب غانا قدم نص ساعه مفيش احلى من كده، غير شكل المباراه تماما. ولكن اللي لفت نظري ان عبد الرحمن دايما كان بيجي من ناحيه اليمين وهي طريقة لعبه العادية الحقيقة، ولكن من الواضح أن هناك تعليمات من المدير الفني كابتن شوقي غريب أنه هو لازم تعمل كده، لازم تبتدي تخش من ناحية اليمين وتخش لجوه وتشوط على الجون. عملها كم مرة؟ عملها 4 أو 5 مرات طوال النص ساعة اللي لعبها. وبالتالي واحدة منهم اللي يخليك تعرف أن المدير الفني اللي قال له هذا الكلام إيه؟ أن عبد الرحمن في واحدة دخل شط راحت عند العصافير فوق، وواحدة تانية جت جنب العارضة ب20 ياردة، ولكن إصراره إن هو يلعب الكرة بهذا الشكل وبعدين يشوطها بهذا الإتقان أو بهذه القوة في هدف المباراة التانية اللي أحرزه رمضان صبحي وتترد وترجع ويدخل منها هدف، أعتقد إن ده مدير فني قايل له إعمل كده. مدير فني واقف في ظهره وقال له خش من ناحية اليمين وخش لجوه
وشوط في الجون هتقع من ايد الجون او هتخش جون لان انت بتشوط كويس. وبالتالي كابتن شوقي غريب يستحق الاشاده في هذا الموضوع، عبد الرحمن مجدي طبعا يستحق الاشاده، ولكن انا بتكلم على تكتيك بيتلعب جوه الملعب، شكل واداء للاعبين جوه الملعب. لما احمد ياسر ريان ينزل في اخر 10 دقائق ويحرز هدف بهذه الطريقه اللي هو متفق بيها معاه مع كابتن شوقي غريب ان هو يلعبها بهذا الشكل، تتلعب لك في الحته دي، اقف على اقف عند البنالتي وخد خطوتين لقدام وحطها بدماغك. اعتقد ان ده اذا كان هناك تعليمات بتتقال للاعبين وبينفذوها من المفترض ان اللعيبه تنفذ هذه التعليمات، وهم يستحقوا عليها الاجاده والاشاده الحقيقه طوال المباراه. ولكن ايضا ان معنى كده ان في مدير فني جيد قاعد بره بيقول للعيبه تعمل ايه. لما طلع عمار حمدي ونزل احمد ياسر ريان كان تغيير الحقيقه برضو مش متعودين ان الكابتن شوقي غريب يعمل هذا التغيير، مش متعودين ان الكابتن شوقي غريب يخاطر في مثل هذا التوقيت، على الرغم من ان انت كنت متعادل او كنت مغلوب اعتقد ساعتها، مش فاكر كنت بتغلب مغلوب او متعادل، ولكن ان هو يخاطر بهذا التغيير في الوقت ده اعتقد ان ده شيء مميز للكابتن شوقي غريب ما كناش متعودين عليه خلال الفتره السابقه. وبالتالي كابتن شوقي غريب يستحق الافضل في هذه المباراه. ولكن لما تيجي تتكلم على اللاعبين بقى، كابتن شوقي غريب طبعا وجهازه الفني بالكامل، كابتن معتمد جمال، كابتن شوقي، محمد شوقي، كابتن وائل شيتوس، مجموعه المدربين اللي موجودين مع الكابتن شوقي غريب اللي بيحاول ان هو يخلق جيل جديد من المديرين الفنيين خلال الفتره اللي جايه. خدوا بال حضراتكم، كابتن شوقي غريب خبره كبيره جدا جدا في عالم كره القدم وخبره كبيره كمدير فني، فلما يكون معاه واحد زي محمد شوقي يعني بسم الله ما شاء الله ماشي في السلك التدريبي بشكل جيد، ايضا وائل رياض شيتوس عامل برضو شغل كويس في السلك التدريبي وعايز يكمل في هذا الموضوع بيتعلمه من الكابتن شوقي غريب، معتمد جمال خد كذا تجربه او خاض كذا تجربه قبل كده وبالتالي ايضا بيتعلم من الكابتن شوقي غريب. هيبقى عندنا ثلاث مديرين فنيين بعد كده في الفترة القادمة سواء مع المنتخبات الوطنية أو مع الفرق المصرية بشكل عام أو إن شاء الله الفرق الخارجية كمان. أنا متأكد إن واحد زي محمد شوقي ممكن ينجح في هذا الموضوع لأن عنده التفكير بتاعه جيد جدا. فلما تيجي تبص على شكل المنتخب الأولمبي بالكامل هتتبسط، لما تيجي تبص على شكل المنتخب هتبقى قاعد فخور بشكل وأداء المنتخب في الشوط الثاني تحديدا. طب انت ليه بتقول الكلام ده اسلام دلوقتي؟ الكلام ده انا بقوله لان احنا محتاجين ان احنا نفرح، محتاجين ان احنا نتبسط. خدوا بال حضراتكم خروج المنتخب من بطوله كاس الامم الافريقيه السابقه للكبار طبعا اعتقد ان ده احبط كثير من المصريين خلال الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي ساعتها قام بدوره الوطني في ذلك الوقت وقال ان هو هيلعب وهيكمل الدوري يعني حفاظا على المشاعر العامة المصرية وخروج المصريين من الإحباط اللي كانوا فيه. ده أدى الدور بشكل جيد، ولكن برضو في نفس الوقت اللي عايز أقوله لحضراتكم ان المنتخب الأولمبي بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا، حاجة محترمة جدا، حاجة تدعو للفخر. أنا سعيد جدا جدا الحقيقة بما يفعله منتخبنا الأولمبي، ولكن سعادتي الأكبر برمضان صبحي. سعادتي الأكبر برمضان صبحي، هتكلم أكتر عن رمضان صبحي ولكن خلينا نروح لهذا التقرير عن رمضان صبحي ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو رمضان صبحي مواليد 97 ولا كام؟ احنا محدش عارف. هو ده اللي كان بيحصل وهو ده اللي كان بيتقال وهو ده اللي كان خلال الفترة السابقة بالكامل الحقيقة، لما كل من لا يشجع النادي الأهلي خلال الفترة السابقة أو بعض من كان يشجع النادي أما من لا يشجع النادي الأهلي اتكلموا عن رمضان صبحي بهذا الشكل، قال لك إيه؟ قال لك أصل رمضان ده مش عارف مزور ولا حاجة كده يعني من هذا القبيل يعني. فرمضان الحقيقة خلال الست مباريات اللي لعبهم مع النادي الأهلي وخلال المباراتين اللي لعبهم مع منتخبنا الأولمبي بعيدًا عن جوه الملعب، بعيدًا عن جوه الملعب هو عامل إزاي؟ بعيدًا عن الناحية الفنية اللي هو بيقدم فيها أداء من مباراة للتانية الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا جدا جدا. ولكن اللي عجبني عفوا اللي عجبني في رمضان تصريحاته بعد المباراة، العقلانية في التصريحات ان هو ازاي بيحمس اللاعبين جوه الملعب
دوره كقائد وككابتن داخل المنتخب الأولمبي. الحقيقة بالنسبة لي الواحد لما بيجي يبص على الحاجات دي الناحية الفنية، احنا كلنا كأهلوية متأكدين من مستوى الفني لرمضان صبحي، ومتأكدين ان رمضان المباراة السابقة الناس بتقول رمضان كان قوي جدا وجامد جدا. انا متأكد، انا واحد من الناس اللي متأكد ان رمضان عنده افضل من كده بكتير جدا. كمان لسه ما شفتوش حاجة، لسه الفترة اللي جاية هتشوفوا رمضان عامل ازاي، هتشوفوا رمضان بيؤدي بشكل افضل ازاي، لانه ان شاء الله ان شاء الله منتخبنا الاولمبي يستطيع ان يصل الى اولمبياد طوكيو القادمه، وتبقى الامور افضل بكتير نفسيا، وان شاء الله رمضان يرجع للنادي الاهلي وتبقى الامور جيده خلال الفتره اللي جايه. بحب اتكلم على رمضان لان انا عارف التفكير بتاعه عامل ازاي. كنت هقول المينتاليتي وبعدين قلت كلمه المينتاليتي دي بتخلي الناس يعني قلبوا على محمد صلاح وقعدوا يتريقوا على محمد صلاح، فخلينا نتكلم في التفكير. التفكير رمضان صبحي خلال هذه الفترة عنده مسؤولية، مش كلمتين هيتقالوا عليه أو كلمتين الحقيقة من المفترض إن هم حقيقيين، مش مني، من كل الناس الحقيقة، كل الشعب المصري. وإحنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على رمضان مش بنتكلم على رمضان باعتباره لاعب النادي الأهلي، طبعا اعتباره لاعب بالنادي الأهلي، ولكن هنتكلم على المنتخب الأولمبي. طبعا المنتخب الأولمبي اللي هو مصر، كلنا بنتكلم، كلنا عايزين نقف جنب رمضان صبحي، كلنا عايزين نقف جنب مصطفى محمد، كلنا عايزين نقف جنب احمد ابو الفتوح، كريم العراقي الباك رايت، عايزين نقف جنب محمد عبد السلام، عايزين نقف جنب مجموعه اللاعبين اللي بيلعبوا، اكرم توفيق، عمار حمدي، بقيه اللاعبين اللي موجودين وبيؤدوا بشكل جيد جدا، اسامه جلال، وكل اللاعبين اللي متواجدين الحقيقه في المنتخب الاولمبي. هو ده دورنا خلال الفتره اللي جايه، ولكن انا شخصيا شايف ان رمضان صبحي بيؤدي هذا الدور ككابتن للمنتخب الاولمبي بشكل رائع جدا جدا. هو مساعد للكابتن شوقي غريب داخل الملعب. للاسف ان احنا ما عندناش اللقطات عشان نجيبها لحضراتكم، ولكن لقطه ما بعد احرازه للهدف، لقطه رمضان صبحي وبعد احرازه للهدف الثاني، هدف التعادل. انا متخيل طبعا الروح دي، واللي لعب في النادي الاهلي هيفهم الكلام اللي انا بقوله، مش هيفهم ان انا بقول اي كلام وخلاص. اللي لعب في النادي الاهلي عارف ان الروح دي جوه كل لعيبه النادي الاهلي. ممكن لاعبين في انديه اخرى ما يبقاش عندهم نفس الروح دي، ولكن انا في الدقيقه 82 بجيب هدف التعادل وبجري على الكوره عشان اجيبها جون. انتوا عارفين طبعا النادي الاهلي يعني الطبيعي يعني دائما دائما بيفضل للثواني الاخيره يلعب، لغايه لما مش للثواني الاخيره، لغايه لما الحكم يصفر. في أندية تانية في مصر ما عندهاش نفس التفكير ده. فرمضان بحسه الوطني وحسه ان هو لاعب في النادي الأهلي، راح خد الكورة وجري على بتاع وانفعالاته ما بعد إحراز الهدف. درس قوي جدا 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 من رمضان صبحي لكل لاعبي المنتخب الأولمبي. أنا كنت متخيل إن ده غضب جواه، ومش غضب يعني عايز يقول لهم يلا هنجيب التالت، وبالفعل قدرنا نجيب الهدف التالت بشغل تكتيكي رائع جدا. من هي ضربه ثابته، ولكن تحرك احمد ياسر ريان والكلمتين، انا عرفت يعني ان الكابتن شوقي غريب قال لاحمد ياسر ريان الكلمتين دول، قال له اقف على البنالتي وخد خطوتين لقدامك، الكره هتجيلك هتحطها بدماغك، المسها بس هتلاقيها في الجون. فده مدير فني عنده خبره كبيره وعنده وماشي بطريقه جيده جدا جوه الملعب. كل اللي انا بقوله ده بالمناسبه على المباراه السابقه. ممكن بكره اطلع اقول كلام تاني عشان بس الناس اللي بتقول لك اصل انتوا لا، هو المباراه السابقه الكلام اللي انا بقوله ده حصل في المباراه السابقه. لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله لو حصل حاجه تانيه في مباراه الكاميرون هنقول لحضراتكم ان هو ما غيرش كويس مثلا يعني، لو لا قدر الله ده حصل. ف بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. لو المنتخب الاولمبي كمل بهذا الشكل، لا احنا هنطمع ان شاء الله ان شاء الله يعني لو كملوا بشكل الشوط الثاني وبنفس حماسه الشوط الثاني وبنفس الاداء اللي في الشوط الثاني وبنفس التكتيك اللي لعبوا بيه في الشوط الثاني، لا احنا هنطمع في ميداليه. هنطمع بعد كده ان احنا مع مجموعه اللاعبين دول ومع الجهاز الفني ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل لاولمبياد طوكيو بهذا المستوى بهذا الاداء، لا احنا هنبقى طمعانين في ان احنا نشوف ميداليه ذهبية جايز، فضية ممكن، برونزية ليه لا. فهو ده اللي احنا بننظر، او خلتونا او لعيبة المنتخب الاولمبي مع جهازهم الفني خلونا ننظر للمنتخب الاولمبي بهذا الشكل.
او ان احنا نطمع ان احنا نوصل بعد كده لاكتر من كده. الطمع في المكسب حلو، الطمع في المكسب حلو، وبالاداء اللي احنا شفناه ده لا، احنا نكسب اي يعني بسم الله ما شاء الله نكسب اي حد بهذا الاداء، بهذا الاداء اللي هو الشوط الثاني وبهذه الروح. ولكن ان احنا اللاعب المصري دايما بيبقى عامل كده وبيبقى وبيسمع كلمتين كويسين بتلاقوه خد غطس لتحت، وده اللي اتمنى ان الكابتن شوقي غريب يقدر يسيطر عليه. مش في مباراه الكاميرون، انا بالنسبه لي مباراه الكاميرون بالنسبه لكل المصريين يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، احنا كده كده وصلنا للدور، وتلعب منتخب نيجيريا زي ما هتلعب منتخب زامبيا زي ما هتلعب منتخب جنوب افريقيا، كلها منتخبات قويه وجيده. فالحمد لله ان احنا عندنا مباراه يعني اقل شويه من ناحيه الضغط على الاقل بالنسبه للاعبين، ان هم يقدروا ياخدوا الحته اللي تحت دي. يا رب يطلع كلامي غلط، يا رب يطلع كلامي غلط ويفضلوا مكملين بهذا المستوى الرائع. ولكن احنا تعودنا كده على اللعيبه المصريين خلال الفترات السابقه، لو كملوا بهذا الشكل لا، البطوله دي ان شاء الله مصريه، وان شاء الله نطمع في الاكثر من كده ان شاء الله خلال الفتره القادمه. فكل التوفيق يا رب للمنتخب الاولمبي غدا ان شاء الله. زي ما قلت لكم او زي ما قلت لحضراتكم ان الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معانا ثلاثه من النجوم الكبار، هنتكلم معاهم عن المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول والنادي الاهلي، هنتكلم في كل شيء ان شاء الله في الجزء الثاني فنيا اكتر في الجزء الثاني من هذه الحلقه. طيب خليني قبل بس ما اتكلم كابتن محسن صالح اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول، ولا قبل ما اتكلم عن الكابتن محسن صالح خليني اروح لاحد اهم اللاعبين اللي كانوا ماشيين بشكل جيد جدا سواء في النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني الاول. بسم الله ما شاء الله، اول مباراة دولية احرز هدف، ثاني مباراة دولية احرز هدف، ولكن الاصابة لحقت بحمدي فتحي. حمدي فتحي واحد من افضل اللاعبين ومن افضل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي في شهر يناير السابق، وواحد من افضل، هو النادي الاهلي بيجيب الصفقات دي عشان الناس دي تلعب في النادي الاهلي وتروح منتخب مصر بالمناسبه، وتلعب في منتخب مصر وتؤدي وتصل بادائها او تطور من ادائها لشكل اكبر خلال وجودها مع المنتخب الوطني. حمدي فتحي عمل كده، ولكن للاسف الشديد جاته الاصابه. للاسف، لانه حمدي كان من الركائز الاساسيه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني، ولكن هي الاصابات كده يا جماعه، الاصابات دي قدريه. الاصابه دي قدريه، ممكن وانت نازل من السلم يجي لك شد في الخلفيه او لا قدر الله اي حاجه من الحاجات دي. وبالتالي كلمتين قالهم حمدي فتحي في اعتقد على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، اتكلم فيهم وقال ان هو ان شاء الله هيرجع افضل من الاول، واحنا متاكدين الحقيقه ان حمدي فتحي واحد من اهم وافضل اللاعبين في مصر خلال هذه الفتره، هيرجع افضل من الاول لان العزيمه والاصرار اللي عنده يخلوه يرجع افضل من الاول ان شاء الله. خلينا نروح نشوف تقرير عن حمدي فتحي، وبعد ما نشوف هذا التقرير هرجع اتكلم عن موضوع هام جدا 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 خاص بالكابتن محسن صالح، ولكن بعد هذا التقرير. دايما لما كنت باجي اتكلم مع حضراتكم كنت دايما بتكلم وبقول لحضراتكم ايه، النادي الاهلي عنده ثلاث منصات اعلاميه، صح؟ الموقع الرسمي للنادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، مجله النادي الاهلي، والسوشيال ميديا بتاعهم، بتاع الثلاث منصات دول. فأي حد عايز يقول أي حاجة من داخل النادي الأهلي بيطلع سواء في الموقع الرسمي يتكلم أو في مجلة الأهلي يتكلم أو في قناة النادي الأهلي يتكلم. أي حاجة بتتقال بره الثلاث حاجات دي قد يكون منها الصحيح، أنا ماليش علاقة، ولكن أنا بتكلم إن ما يخص النادي الأهلي هو دايما التحدث دائما ورسميا عبر الثلاث منصات إعلامية بالنسبة للنادي الأهلي، سواء القناة مرة تانية، القناة، الموقع الرسمي، المجلة. أي حاجة تانية، كابتن محسن صالح خلال الفترة اللي فاتت بقاله كام سنة كابتن محسن ما طلعش؟ طيب خلينا نشوف الجزء ده. أنا آسف جدا، أنا دايما ما بحبش أعمل الحاجات دي، ولكن بما أن الكابتن محسن صالح كان معانا على الهواء مباشرة لمدة 3 ساعات يوم السبت اللي فات، وساعتين ونص يوم الحد اللي فات، 5 ساعات ونص
بيتكلم فيهم الكابتن محسن صالح عن ذكرياته وعن كل ما يخص النادي الاهلي وعن ذكرياته في كل الانديه اللي لعب فيها في برنامج سهره مع يوم السبت اللي فات، وكان من المفترض ان تكون حلقه واحده ولكن جمهور الاهلي طلب ان تكون هناك حلقه اخرى، وبالفعل وافق الكابتن محسن وطلع معانا في حلقتين يوم السبت ويوم الاحد. قال ايه الكابتن محسن صالح بخصوص هذا الموضوع؟ مش كلامي ولا كلام اي حد، ده كلام رئيس لجنه التخطيط داخل قناه النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف الجزء ده، هوري لحضراتكم الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط قال ايه فيما يخص وجوده في قناه النادي الاهلي، وبعد كده هجيب لكم الحاجات التانيه لغايه لما تخلص. خلينا نطلع نشوف بس هذا الجزء ونرجع نكمل مع حضراتكم. دلوقتي بقى لي اكتر من 8 سنين متعمد ان انا ما اطلعش، بس انا كنت طبعا زي ما انت عارف بشتغل في قنوات ابو ظبي، وكنت بطلع قناه ابو ظبي وكان اي حد بيطلب مني ان انا اظهر فكنت بقول انا حصري، انا فعلا كنت حصري، لكن كان ممكن اطلع. لكن يعني بفكرك بالسؤال اللي سالته لي، الوسط واللي بيحصل فيه خلاني ابعد، يعني ما بقيت مش قادر ان انا اتعامل مع الوسط ده، خاصه انه في الفتره اللي هي كان وقف فيها الدوري في الاول والمشاكل اللي حصلت، وجدت انه الحديث في الاستديوهات بقى بنتكلم في السياسه وبنتكلم في الطب وبنتكلم في الاقتصاد، فانا قلت انا راجل بتاع كوره ممكن اكون بفهم في السياسه لكن المفروض ان ما اتكلمش في السياسه، ما اتكلمش في الطب. لقيت كل الناس بتتكلم في كل حاجه فبنقيت بنفسي عن الموضوع ده. فانا دلوقتي بعد 8 سنين عايز اجيب حلقتين ورا بعض، الناس هتزهق مني. طيب ما اقدرش ان انا ارفض، ما اقدرش ان انا اخليك يا كابتن، اذا خصوصا انه يعني في بيتي انا في ناس كتير، وانا بالمناسبه بعتذر لهم لكل الناس اللي طلبتني ان انا اطلع في قنوات، بعتذر لهم لانه يعني لابد ان انا كنت اطلع في بيتي الاول على اساس انه طبعًا. يعني وفاء مني لهذا المكان وحبا لهذا المكان. فده كان كلام الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط داخل قناه النادي الاهلي، اتكلم فيه بمنتهى الوضوح، قال انا بعتذر لكل الناس اللي كانوا طالبين ان انا اطلع معاهم، انا بقالي 8 سنين ما طلعتش لاسباب معينه، وقال هي ايه هي الاسباب، وقال ايضا ان هو ما طلعش ومش هيطلع غير داخل قناه النادي الاهلي او في احد المنصات الاعلاميه للنادي الاهلي. ايه اللي حصل بقى في اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول؟ كلام كتير جدا 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 بيتقال على لسان الكابتن محسن صالح، وشائعات كثيرة جدا جدا بتتقال على لسان الكابتن محسن صالح. كابتن محسن صالح داخل قناة النادي الأهلي ما قالش كل هذه الشائعات. كابتن محسن صالح اتكلم عن دور لجنة التخطيط، هجيبها لحضراتكم على الهواء مباشرة، قال معايا ايه في سهرة معه، هجيبها لكم كمان بس اول ما هتخلص، هي حتة جزء طويل فهنجيب لكم الحتة اللي من المفترض ان حضراتكم تسمعوه. اتكلم فيها عن لجنة التطوير ولجنة التخطيط، وقال ان هي مختصة بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وهنعمل كذا وكذا 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 وكذا. فكلام كتير جدا بيتقال خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، ولكن هي لعيبة النادي الاهلي فين؟ عندها دور وطني بتعمله في المنتخبات الوطنية، فمش هنقدر بقى نخبط في اللعيب، اللعيبة في المنتخبات الوطنية، فمش هنقدر نخبط فيهم. نعمل ايه؟ دنيا هادية ومفيش أي مشاكل ومفيش حد بيتكلم على أي حاجة، إيه الحاجة اللي بتثير اللي الناس كلها بتخش لما بتلاقي اسم إيه؟ اسم النادي الأهلي، أو لما بتلاقي اسم النادي الأهلي في أي عنوان فبتفتح وبتشوف هو الناس بتتكلم عن إيه؟ ف مين أجدد حد دخل النادي الأهلي؟ كابتن محسن صالح، وبالتالي خلينا نخبط خبطتين في الكابتن محسن صالح، علشان الكابتن محسن صالح كمان كان المفروض ان هو يطلع معانا وما طلعش معانا. ده الناس بقى اللي طلع في قناه النادي الاهلي، طلع في قناه النادي الاهلي اللي هي بيته، فخلينا بقى نخبطه خبطتين كده. ما هو الراجل اتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه، واتكلم في كل شيء يخص النادي الاهلي وفي كل شيء يخص لجنه التطوير. تاني يوم وتالت يوم لقينا كلام كتير جدا جدا، ولكن برضو هرجع لشهرين تلاتة فاتوا كنت بتكلم مع حضراتكم دائما وبقول لكم خلي بالكم من الإشاعات اللي بتطلع، الغرض منها هو هدم الاستقرار اللي ماشي بيه النادي الأهلي بشكل جيد جدا. النادي الأهلي لاعبته وفرقته لما بيبقوا موجودين كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني اللي موجود بيبقوا قافلين عليهم بشكل جيد جدا، فبتعرفش توصل لهم، فبنحاول نخبط في أي حاجة، نوقع أي حد. ف
فاللعيبه مش موجودين، اللعيبه دلوقتي مع المنتخبات الوطنيه بيقوموا بواجبهم الوطن. فنعمل ايه؟ لازم نخبط، لازم نوقع، لازم نخبط في الناس. فنجيب بقى كلمتين من هنا على كلمتين من هنا على كلمتين من هنا ونحطهم. ولكن احنا عندنا هنا في مصر مواقع محترمه كثيره جدا جدا، وعندنا ناس اعلاميين محترمين كتير جدا جدا جدا. فاللي بقوله برضو لحضراتكم، او كل الغرض من اللي انا بقوله ده ايه؟ ان حاولوا على قد ما تقدروا تشوفوا الاخبار من داخل منصات النادي الاهلي، المنصات الاعلاميه للنادي الاهلي، سواء القناه او المجله او المركز الاعلامي، لان هم دول الثلاث منصات اللي دايما. هو لو الكابتن محسن قال الكلام اللي الناس قايلاه ده، قال له ايه؟ كابتن محسن صالح مرشح لعيبه اجانب محترفين في دوريات الخليج، هو ده عيب؟ يعني هو لو الكابتن محسن صالح قال كده هنا في القناه ورشح، او لو هو اساسا عنده في دماغه ان هو يرشح لاعبين، ما هو كان قال يا جماعه انا برشح لعيبه، لو المدرب عايز ياخدهم ياخدهم، مش عايز ياخدهم ما ياخدهمش، هو حر. ما هو النادي الاهلي كده بالمناسبه، النادي الاهلي مؤسسه التشاور عشان نوصل للصح في النهايه، مفيش ديكتاتوريه ومفيش حد بيقول لك انا هجيب اللعيب ده يبقى هو جه خلاص، لا مفيش الكلام، ما عندناش احنا الكلام ده يا جماعه. فاللي دايما بقوله، او لو الكابتن محسن صالح عنده لاعبين اجانب ما كان هيطلع يقول يا جماعه انا عندي لعيبه فلان وفلان وفلان، عايزين حد ولا مش عايزين؟ مش عايزين، طب خلاص تمام. لكن هو ده اساسا ما حصلش، اساسا ما حصلش. قال لك اصله قعد مع فايلر قعدة طويلة، قعدت 6 ساعات. هو الراجل اساسا بيقعد يعني ما قعدش معاه اساسا. انا ما اعرفش شافه ولا ما شافوش. يعني ده برضه بالمناسبة، رينيه فايلر كان في سويسرا وراجع يوم الاثنين الصبح. رجع يوم الاثنين الصبح. فكلام غريب جدا وحاجات غريبة جدا بتحصل، وكلها الغرض منها ايه؟ الغرض منها هدم استقرار النادي الاهلي. فاللعيبه في مهمه وطنيه فمش هنعرف نخبط فيهم او مش هنعرف نعمل لهم حاجه، طبعا كل ده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. فاللعيبه بعيد مش هنعرف نعمل لهم حاجه، فخلينا بقى نخبط في حد تاني. وبعدين الناس اللي بتكتب الحاجات دي او على السوشيال ميديا او اي حته او في اي حاجه، اللي بيكتب الكلام ده عمره ما دخل النادي الاهلي، او بقاله فتره طويله جدا ما دخلش النادي الاهلي. لان احنا عارفين مين اللي بيروح ومين اللي بيبقى متواجد ومين اللي بيبقى بيقول ومين اللي بيبقى لكن دول ممكن لو قالوا حاجه نصدق، لان هو قاعد وموجود جوه النادي من الصبح بالليل. لكن حضرتك اللي كتبوا الكلام ده، حضرتك مش عارف حاجه، حضرتك بتقول اي كلام. هو لو كابتن محسن صالح قعد مع فايلر، ايه العيب في ان هو يقعد مع فايلر اساسا؟ ما خلينا نتكلم بالمنطق بالراحه، هو ايه المشكله لما الكابتن محسن صالح يقعد مع فايلر؟ بس ده لو حقيقي، لو حصل هيطلع بيان رسمي، بيان رسمي من مجلة النادي الأهلي أو في المركز الإعلامي أو في القناة. هنخبي ليه؟ الموضوع مش مستاهل كل ده. أصل لو حضرتك قعدت فكرت، لو حضرتك، وأنا عارف إن الأهلاوية بيعرفوا يفكروا كويس، لو حضرتك فكرت حاجة بسيطة جدا، هو لو ده حصل مش هيتم إعلانه ليه؟ إيه اللي هيخلينا، يعني إيه اللي هيخلي النادي أو إدارة الكورة ما تعلنش الموضوع؟ هو اتخانقوا برضه؟ هتقولوا لي اتخانقوا زي سيد عبد الحفيظ وفايلر؟ مش هما دول اللي اتقال عليهم اتخانقوا ومسكوا في بعض وده جاب لي واحد مش عارف إيه والكلام اللي حصل خلال الشهر اللي فات ده؟ حضراتكم شفتوا الاحترام اللي بيتكلم بيه كابتن محسن، حضراتكم شفتوا الادب والاخلاق، والكل اثنى على 5 ساعات ونص مع الكابتن محسن صالح يوم السبت والحد. وبعدين هو كان عنده كلام تاني يقوله، الحقيقه ما كانش عنده، قال كل ما يخص الموضوع. كابتن محسن صالح انا بدعي ان هو واحد من اقرب الناس ليا، عمره وهو كان عنده اجتماع في النادي في لجنه التخطيط يوميها او قبلها بيوم مش فاكر يعني، هل الكابتن محسن صالح يجي يقعد مثلا ويحكي يعني حصل؟ ما بيحصلش الكلام ده يا جماعه عندنا، عمرها ما بتحصل الكلام ده. دي كلام اسرار،
كل واحد عارف دوره في النادي. انا ما ينفعش اروح اقول له يا كابتن محسن في كذا الا لو في بيان، عارف حتى لو قال لي مش هينفع اقوله لان في بيان رسمي بيطلع. فحاجه غريبه جدا الكلام ده، كلام غريب جدا وكلام لقيت مصر كلها بتكلمني. هو الكابتن محسن صلاح احنا اتفرجنا على الحلقه ما قالش معاك كده خالص. قلت لهم ليه يا جماعه هو حصل ايه؟ قالوا لي اصل هو بيقولوا ان هو قعد مع فايلر وحدده او مش حدده. كابتن محسن صالح اتفق مع فايلر على بعض اللاعبين هتمشي وبعض اللاعبين هتقعد او هتيجي من بره. هو عدى كم ماتش من الدوري؟ حد يقول لي كده؟ عدى كم ماتش من الدوري يا جماعه؟ ثلاثة؟ ثلاثة، النادي الاهلي لعب ثلاث مباريات. لحق بقى ريني فايلر يعرف ايه اللي ناقص وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود؟ وبعدين هل حضراتكم كجمهور النادي الاهلي شايفين النادي الاهلي ناقصه حاجه؟ حاليا على الاقل ممكن الاسبوع الجاي يبقى فيه المدرب يختار، هو فايلر هو اللي يختار. فكلام غريب جدا بيتقال وكلام الغرض منه ان هو هدم استقرار النادي الاهلي. بيقول لك اصل لجنه التخطيط لاحظت عجز في مركز اي مركز في المراكز، عشان ما يتقالش ان اي مركز في هو لجنه التخطيط لحقت تقعد مع بعض. هي مش دي لجنه التخطيط اللي جابت المدرب اللي كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي؟ هو ايه الموضوع يا جماعه؟ هو ليه الموضوع بيبقى دايما اي حاجه حط يا جماعه عنوان وفي اسم النادي الاهلي؟ رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بيقول إن كذا 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 كذا. صدقوني يا جماعة وأنا بتكلم معاكم بمنتهى الأمانة، بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الأمانة، لو في حاجة زي دي حصلت هنطلع نقول لحضراتكم يا جماعة كابتن محسن أو لجنة التخطيط قعدت مع فايلر واتفقوا على إن هم يجيبوا لاعبين، لأن دي مش حاجة مش هتستخبى. يعني هتستخبى ليه؟ ولكن ما حصلش اساسا ان الكابتن محسن صالح او لجنه التخطيط قعدت مع فايلر حتى الان، حتى هذه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها ما حصلش. وهو مستر فايلر او لم يحدد حتى الان هو عايز ايه ولا مش عايز ايه ولا عايز يقعد مين ولا ما شافش. يعني الراجل بيكمل لسه لعب ثلاث ماتشات فبيكمل الدنيا يشوف الدنيا فيها ايه. ما شافش اسلام النهارده او شافه النهارده في ماتش ما كانش كويس فعايز يلعبه ماتش ثاني عشان يشوفه كويس ولا مش كويس وهكذا. هذه هي كرة القدم بالمناسبة، ممكن كل يوم تلاقي رأي مختلف ورأي جديد. وطلع مجموعة من الناشئين هو خلال الفترة اللي فاتت، لأن كل عندنا 19 لعيب مع المنتخبات الوطنية المختلفة سواء جوه مصر أو بره مصر. فطلع مجموعة من الناشئين، مش ممكن مثلا هو في دماغه إن أي مركز من المراكز لقى واحد من الناشئين طلع بدل ما يجيب لعيب يحط واحد من الناشئين؟ وهي دي من المفترض ان هو هيحصل خلال الفتره اللي جايه، او من المفترض ان تكون هذه هي الخطه المستقبليه خلال الفترات القادمه؟ مش هو ده اللي بيحصل وهو ده الكلام اللي بيتقال؟ فحاجات غريبه جدا بتحصل، ودائما ما بيكون الغرض هو شيء واحد فقط، حط اسم النادي الاهلي في اي عنوان على السوشيال ميديا وارمي، هتلاقي مصر كلها بتشوف الكلام ايه. لما تقول لك لجنة التخطيط رئيس لجنة التخطيط عمل كذا في النادي الأهلي عمل كذا وكذا، طب اكتب رئيس لجنة التخطيط في نادي اكس، هل حد هيبص على العنوان ده اذا كان في لجنة تخطيط؟ يعني حد هيبص على العنوان؟ محدش هيبص على العنوان. كابتن محسن صالح معانا هنا اتكلم عن دور لجنة التخطيط. الحتة جاهزة يا جماعة؟ الموضوع جاهز ولا لسه؟ حالا ده كمان قد ايه بس حد يقول لي. طيب ف هنلاقي في اشاعات كتيره خلال الفتره القادمه، وكالعاده انا دوري زي ما قلت لحضراتكم، دوري ان انا اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. وصدقوني يا جماعه لو في اي حاجه بتحصل في الموضوع ده عمرنا ما هنخجل، بالعكس هنبقى مبسوطين ان احنا طالعين نقول لحضراتكم ان رئيس لجنه التخطيط قاعد مع فايلر. في 17 نادي غير النادي الاهلي في الدوري العام. بس هو انا عارف ان النادي الاهلي لما دايما لما بيتحط في اي اكتب بوست كده في اي حاجه وحط فيه اسم النادي الاهلي الناس كلها هتخش تتفرج عليه وتشوف ايه اللي مكتوب. لكن
اذا كان حضراتكم عايزين مشاكل فهي موجوده وظاهره زي الشمس، زي الشمس ظاهره في انديه اخرى، ولكن انتوا ليه بتغمضوا عينكم عنها او البعض بيغمض عينه عنها؟ ليه؟ لانه مش هتجيب ترافيك، محدش هيبص عليها. فموضوع غريب الحقيقه. طيب خلينا نطلع نشوف كابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط داخل النادي الاهلي في 5 ساعات ونصف يوم السبت والحد اللي فات، مش اللي من 10 اسابيع ولا من 10 سنين، السبت والحد اللي فات ده على طول، قال ايه عن دور لجنه التخطيط داخل النادي الاهلي. الفريق الاول يعني احنا كلنا مجندين بما فيهم قطاع الناشئين من كل في النادي من مجلس الاداره للفريق الاول، فنحن كلنا ورا الفريق الاول، كلنا مسندين وكلنا مساعدين وكلنا هنشتغل للفريق الاول، ليس تدخل من الجهاز او من اللجنه، ولكن احنا ستاند باي. انت محتاج نصيحه تسالني هقول لك اعمل كذا، انت محتاج تدعيم لاي مركز هتسالني هقول لك في عندك كذا، انا شايف انت محتاج ايه، لكن مش حاجه اقول للجهاز اعمل كذا، مش شغلي انا كرئيس لجنه، مش شغل اللجنه، لا احنا هنحترم الجهاز الفني اللي موجود وواثقين في قدراته، واثقين في مدير الكوره اللي موجود كابتن سيد عبد الحفيظ، احنا هنستمع وموجودين ستاند باي، يا جماعه احنا عندنا مشكله كذا، احنا جاهزين في كل الحلول، احنا جاهزين، وبالتالي شغل مكثف في الفريق من المدرسه للبراعم الاكاديميه لكل شيء باسلوب علمي، وستاند باي تحت امر الفريق الاول في تحقيق كل ما هو يطلبه وكل الدعم المطلوب لحل اي مشكله او للتعاقد مع اي لاعب في اي مركز، لابد ان احنا نكون جاهزين. يعني انا مش هقدر اتكلم بعد الكلام اللي حضراتكم سمعتوه. لو حضراتكم سمعتوا الكلام ده كويس، للناس اللي ما اتفرجتش على حلقه الكابتن محسن صالح انا بدعو الناس كلها تتفرج على هذه الحلقه، لان قال فيها كلام مهم جدا الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط، قال فيها كلام مهم جدا، كلام واضح وصريح لاي حد عايز يفهم، واضح وصريح لاي حد عايز يفهم. انا قال لك انا مش حاجه اقول للجهاز الفني اعمل ايه، لكن انا ستاند باي في اي وقت هو محتاج حاجه، عنده مشكله ممكن ما يبقاش عنده مشكله. ده كلام الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط اللي قاله يوم السبت والحد اللي فات في برنامج سهره مع على الهواء مباشره امام الملايين اللي بيتفرجوا على برنامج سهره مع. انا بس حبيت اجيب لحضراتكم حاجات بسيطه جدا فيما يخص هذا الموضوع علشان تبقوا عارفين ان الاشاعات اللي بتتقال دي ما هي الا مجرد اشاعات. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل 3 من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش، نتكلم عن المنتخبات الوطنيه سواء المنتخب الوطني الاول او المنتخب الوطني الاولمبي والاداء اللي ادوه خلال الفترات السابقه، وايضا مباراتي غدا ان شاء الله. بالمناسبه هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره قبل مباراه منتخبنا الوطني الاول في تمام الساعه 5، هنتكلم عن المنتخب الاول ومنتخب الاولمبي ان شاء الله بكره على الهواء مباشره في تمام الساعه 5. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل 3 من نجومنا الكبار بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام ازيك؟ الحمد لله كابتن، ربنا يخليك. الحمد لله. النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك كابتن ابراهيم؟ اهلا كابتن اسلام، نور نور الزملاء جمال، منورين الحلقه. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ ازيك اسلام، بارك الله فيك. كله تمام كله تمام الحمد لله. بالمناسبه بس عشان في لقطه جت في ناس كتيره بعتالي قبل بس ما ابدا مع نجومنا، لما كابتن محسن اتكلم، كابتن محسن اتكلم في نقطة تخص لجنة التخطيط في ان هي ملهاش علاقة
الا من اول الاكاديميه وقطاعات الناشئين وكذا 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 لغايه الفريق الاول. الفريق الاول هو لو عايز، لو الفريق الاول بيبقى عايز حاجه ايه اللي بيحصل؟ بيقول يا جماعه انا عايز مثلا مركز معين من المراكز، فلجنه التخطيط بتدور على المركز المعين وبتختار المركز وشكرا، اسم اللاعب يعني. هو ده اللي بيحصل في النادي الاهلي، هو ده العمل مؤسسه او دور الجهاز الفني لغايه ان انا عايز لعيب في الحته الفلانيه وشكرا. لجنه التخطيط بتختار، الجهاز الفني لو وافق عليه خلاص تمام الدنيا تمشي بهذا الشكل بقى، وتبتدي لجنه التسويق ولجنه التعاقدات ان هي تبتدي في الامور التعاقديه لو ده حصل. لو في حاجه من هذا الكلام اساسا، لو في حاجه من هذا الكلام اساسا، واحنا داخلين على فتره ريبه هتسمع فيها كلام كتير جدا. كابتن عادل، عندنا بكره مباراتين، مباراه مع المنتخب الوطني الاول مع منتخب كينيا، ومنتخبنا الاولمبي مع منتخب الكاميرون. خليني ابدا بالمنتخب الاول. المنتخب الاول اولى المباريات الرسميه مع كابتن حسام البدري، عنده غيابات حمدي فتحي، محمد صلاح، ابرزهم طبعا محمد صلاح النجم الكبير نجم ليفربول، واصابته في كحل القدم. اول مباراه رسميه في العادي بتبقى عامله ازاي؟ يعني كابتن حسام بيفكر فيها ازاي في ظل ازمه الغيابات اللي موجوده عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدايه كلنا اشدنا بالاختيارات اللي اخذها 32، عمل مباريتين بتسوانا وليبيريا. من خلال المباريتين دول حاول ان هو يشوف بعض العناصر في بعض المراكز، بحيث ان يبقى عنده في لعيبه هو عنده اصل الخلفيه عنها، زي محمود وحيد وزي اكتر من لاعب، وهم كانوا معاه في المنتخب الاولمبي، فهو اوكي واخد فكره عنهم فكره كامله. المباراتين دول اخذهم كودياتين، بحيث ان هو بيشوف بعض العناصر اللياقه البدنيه بتاعتهم وصلت لمرحله ايه، ومدى الانسجام ما بين الخطوط. النهارده هو داخل على الماتش الرسمي، في بعض الانتقادات كانت بتقول انت واخد 32 او 34، ده عدد كبير جدا ما ينفعش. لو انت مكانه او اي حد مكانه سيبه يشتغل. انا كمدير فني المفروض ان انا اشتغل وليا رؤيه، انا عايز لو ما خدش المجموعه ديت كنا هنقول انت ليه ما خدتش. فهو اخد ال 34 او ال 32 علشان هو مقتنع، وزي ما احنا كلنا مقتنعين ان دول افضل من في الدوري. النهارده هو داخل ب 24 لعيب في اول ماتش رسمي. الغيابات اللي موجوده، التيم مهما كان حجم مصر مش هيقف على محمد صلاح. محمد صلاح قيمه وما فيش شك ان هو مؤثر، لكن انا كتيم وكبلد لابد ان انا ابقى برضو عندي البديل. هو النهارده عامل تصريح انه عنده اربع اماكن مكان محمد صلاح، عندك اربع لاعبين اسف. فالمباراه طبعا هتبقى مباراه جيده ان شاء الله. هو يمكن التوقيت بتاع اقامه المباراتين، المنتخب الاولمبي بيلعب الساعه 8 والمنتخب القومي بيلعب الساعه 6، فالجمهور هيبقى يعني في حيره يروح هنا ولا يروح هنا. في يعني انا اتمنى ان جمهور اسكندريه وبحري والحته دي يروحوا يساندوا المنتخب، ويبقى المنتخب الاولمبي يبقى برضه موجود، واحنا جمهورنا الحمد لله يعني كبير جدا. الاسامي اللي موجوده، حمدي فتحي طبعا برضه من العناصر المؤثره جدا، غيابه ما فيش شك انه ممكن ان هو ياثر، لكن برضه فيه البدلاء، في ديني وفي طارق وفي اكتر من لاعب في وسط الملعب كهاف ديفندر، وفي كاجنحه في كهربا وفي تريزيجيه وفي يعني اكتر من مهاجم. فيعني اللي انا شايفه انه يعني باذن الله تعالى المباراه ديت هتبقى مباراه هنكسبها ان شاء الله، وباذن الله تعالى الاداء هيبقى فيه نوع من التحسن باذن الله تعالى. تمام. كابتن ابراهيم، تكرار الاصابات في صفوف المنتخب خلال الفتره السابقه، هل ده لاختلاف طرق التدريب ام هناك عوامل اخرى؟ اسمح لي قبل ما اجاوب على سؤالك، بس انت طبعا اشدتوا بالمنتخب الاولمبي، اشدتوا بالمنتخب الاولمبي. هنتكلم عن المنتخب الاولمبي على فكره. طيب، يبقى الاصابات الفرق الولاد اللعيبه يعني اللي جايين من 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 فرق مختلفه، الاحمال بتختلف بين كل فرقه والتانيه على حسب المدير الفني اللي موجود والوحده التدريبيه اللي بيحطها، زائد
فترة الراحات متفاوتة، في ناس كانوا مداومين بيلعبوا الماتشات على طول، وفي ناس كانوا مريحين. فحتة حتة ان انت تحط وحدة تدريبية ثابتة لجميع اللاعبين، كان لازم الوحدات التدريبية تبقى ينوع مختلفة. اللعيبة اللي متاحة يبقى ليها وحدات تدريبية معينة، واللعيبة المستمرة لازم الوحدات التدريبية تبقى أقل شوية في الشدة. أيوة. وبالتالي لو أنا شايف أن الإصابات جاية من دي، لأن اختلاف طرق التدريب، اختلاف طرق التدريب واختلاف نوع الأحمال، نوع الأحمال بين كل نادي والتاني. يعني النادي الأهلي عندنا الأحمال العالية قوي، يعني بتبقى لأن أنت بتدور على المركز الأول، وبالتالي لازم اللعيبة تبقى على درجة عالية جدا من اللياقة البدنية والفنية، وبالتالي الأحمال بتبقى، واللعيبة خدت على كده، وبالتالي الحمد لله برضو الإصابات عندنا في النادي قليلة السنة دي. فاللي بياخد أحمال كتير بقى وهو مش متعود عليها، هي دي الإصابات هي دي عشان كده بتيجي الإصابات ليهم. يعني أتمنى أنهم يراعوا الحتة دي، حتة الأحمال، ويعملوا تنوع في الوحده التدريبيه. اظن برضه انها يعني مش هتفوتهم، يعني هم على درجه من الكفاءه، يعني درجه من الكفاءه الفنيه ويعني الخبرات الفنيه والماتشات الفرق اللي مسكوها اكتسبوا خبرات كبيره اكيد. هم يعني برضه بتيجي بقى الحاجه الثانيه، ممكن اللعيب يبقى مثلا سهر مره فالامور اختلفت معاه، فلما بيبقى حمل جامد وهو مثلا سهران ما بيستحملوش فبتجيله الاصابه. يعني انما انا شايف ان الجهاز الفني يعني بيراعي الحته دي كويس. يعني تمام، اذا هي فروق احمال بس. انا شايف انها فروق احمال بين كل نادي، بين كل نادي والاخر. في نوادي بتدي احمال شده فيها عاليه شويه، وفي نوادي بتبقى يعني المتواضع اللي بتيجي في النص، يعني بتدي احمال متوسطه الشده، وبالتالي لما بيجي ياخد حمل عالي شويه بيبقى العضله مش ما تتحملوش، وبالتالي بتجي الاصابه. بتحصل الاصابه على طول يعني. تمام برضه كابتن حشيش في اطار كلامنا، ممكن اكمل بقى على الكابتن ابراهيم الحته دي قبل السؤال؟ العادي برضه اتفضل حبيبي. يعني عايزين نفرق بين الاصابات نوعين. ما انا كنت هسالك في الاصابات برضه، نتيجه التحامات ولا نتيجه كده عاديه، هو بيجري زي مثلا حمدي فتحي ما كانش فيه التحام ولا حاجه، هو كان بيجري على حد معين. انا بتكلم يعني. طبعا فبرضه نتيجه الالتحام دي معرض ليها اي حد، سواء بقى حمل زياده حمل اقل. الالتحام بشكل معين، حد دخله جامده، رجل اتلوت بطريقه معينه. الحته الثانيه انا مع الكابتن ابراهيم، لان المدرب اللي بيجي مدرب المنتخب مش عارف الهيستوري بتاع كل لعيب جاي من فرقه معينه، لعيب جاي من الاهلي، لعيب جاي من الزمالك، لعيب جاي ما يعرفش. حتى مع الكابتن حسام البدري ما يعرفش وصل درجات اللياقه البدنيه عند النادي الاهلي، زي مثلا نادي لسه بادئ مثلا. طبيعي ان هو مثلا كابتن، بما ان حضرتك معلش نتناقش في هذا الموضوع. تمام، ان هو كابتن حسام النادي الاهلي لعب 3 مباريات، نادي الزمالك لعب 3 مباريات. تمام، مين من اللاعبين تاني؟ سموحه لعب 5 مباريات. تمام، وادي دجله لعب 4-5 مباريات، يعني كلها مباريات قليله. فترات الاعداد بقى، فترات الاعداد، وفي فرق مواصله مكمله، وفي فرق خدت راحات جامده بتحتاج فترات اعداد اطول شويه. انا واحد مثلا واخد شهر ونص مثلا راحه فيه مثلا برضو، غير واحد خد اسبوع او 10 ايام وبيكمل. فبرضو دي نتيجه الاختلاف. المفروض طبعا انا يعني مش متخصص في الحته، الكباتن طبعا يعني اكتر مني في الحته دي. اللعيبه لازم بتوع المنتخب بالتحديد بيتقسموا لمجاميع، حتى اعتقد مش عارف كابتن عادل وكابتن روي وافقوني بقى، السن برضه يعني السن ما بياخدش نفس الدرجه في الحمل بتاع الشاب الصغير. برافو عليك. ايه رايك كابتن عادل؟ 19 20 انا كنت هعقب عليه، بس كابتن عادل الاول اتفضل. ماشي اتفضل يا كابتن. هو نتكلم على اصابه حمدي؟ لا نتكلم بشكل لا 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 عام، مش عايزين نتكلم بشكل عام. لا بشكل عام هنقول حمدي الاصابات وبشكل عام. ماشي، اتضح ان في نسبه كبيره جدا من الاصابات اللي بتحصل في مصر نتيجه حاله نجيله الملعب، حاله نجيله الملعب والجزمه اللي اللاعب بيلعب بيها. في اوروبا تعرفين الملاعب عامله ازاي، هو بيبقى الستارز المونيا، والمطر بتنزل صيف شتاء، والميه بتنزل ما بتلاقيش نقطه ميه موجوده في الملعب. بيلعبوا بالاسترزات الالمونيا. في لعيب عندنا تلعب
بيجيب الجزمه من بره وبيلعب بيها على اساس انه هنا ملاعبنا هنا مختلفه مش زي الملاعب بره. الراجل ما بيجيب جول بيروح جاري ونزل بركبه يفضل ماشي كده 3 4 متر يعني ولا كانك ولا كانك على على الجليد. لو تسال الدكاتره لو تسال الدكاتره المتخصصين في العظام وفي في الحاجات المتخصصه ديت يقول لك النجيله وخاصه في برج العرب النجيله عاليه شويه، ولو تلاحظ بعينيك المجرده انك انت وانت كلاعب بتباصي الكوره بتباصيها لي او انا ببصيها لك، شوف السرعه بتاعت الكوره تمشي ازاي، تضطريني انا كلاعب ان انا ازود القوه بتاعتها زياده شويه عشان توصل لك، بحيث ان لو الملعب يعني النجيله بتاعته على درجه معينه لان بره بيساوي الملعب بالليزر، فبالتالي ما بيبقاش فيه حته لا عاليه ولا حته واطيه. الى جانب الجزم، الى جانب طبعا الكلام اللي قاله الكباتن انك انت في فترات اعداد في انديه كابتن اسلام كابتن ابراهيم كابتن حشيش ما عندهمش متخصص احمال، يبقى كلهم مدربين لعيبه كوره قديمه وخلاص، ما فيش الراجل المتخصص للاحمال. يعني احنا في فتره من الفترات لما كان النادي الاهلي جاب الراجل استعان الراجل التونسي اللي قعد اظن الشعلاني الشعلاني بحيث مع كابتن حسام دلوقتي ولا زال موجود مع حسام، ده راجل متخصص واخد كورسات في اوروبا بحيث ان انا ابقى عارف احدث ما وصل اليه العلم من الكلام ده. الحاجه الثانيه وهي للاسف بعض المدربين بيغفلوا عنها، الرباط الصليبي او الغضروف او الحاجات دي، مين اللي شايلك في الملعب؟ الاربطه اللي حوالين الركبه، الاربطه دي طول ما انت بتهتم بيها في كل تمرينه، في كل تمرينه اللعيبه بتنزل علشان تتمرن لابد يبقى فيه المثلث اللي موجود ما بين الضمه العضلتين الضمه وفوق وتحت البطن عضله البطن ثم الركبتين، الاربطه دي لابد يوميا في ليها شغل. انا احد الدكاتره دكتور مجدي عبد العزيز كان عندي لاعب وكان عندي مباراه مهمه جدا جدا بطوله على بطوله، والولد جاله صليبي في المنتخب، والله ان انا لعبته ماتش الزمالك بعد اسبوعين قال لي يا كابتن هيلعب الماتش ده ونعمل له العمليه، عنده الصليبي ولعبنا ماتش الزمالك وكسبناه وهو عنده الصليبي، ابتدى يشتغل على الاربطه بتاعت الركبه، ودي ده حاجه طريقه يعني حاجه طريقه كان التعاون مع المنتخب وما رضوش يخرجوه معين فدي مهمه جدا يا كابتن. المثلث انت كل شغلك العضلات الضمه الاوفر الباصه الزحلقه الحاجات دي كلها يوميا في الجيم، عشان كده بنقول اليوم الكامل انك انت الصبح اخو الولاد اللي ناقصوا حاجه في الجيم الجول اذا ما كانش يبقى عنده الكتفين اخويا عضلات الظهر وعضلات البطن كل اللعيبه اللي فيها التحامات في الكره الحديثه كلها التحامات كمدافع وكمهاجم لابد من الاربطه بتاعت الركبه يبقى فيها عليها شغل جامد. في بعض الانديه للاسف ما عندهاش متخصص الاحمال ده، وبعدين يعني الواحد درب في بعض انديه يعني تلاقي اللاعب مثلا ونازل ماتش بياكل بصل، تخيل بياكل فول طعميه والله او اللي يبدل البصل ده بينيم، يعني البصل ده لما تاكله تنام، يعني كل ادويه النوم بياخدوها من البصل. فحتى الثقافه بتاعت اللاعب زي ما قال الكابتن ابراهيم السهر، ممكن السهر مع اكل مش كويس مع ملعب مش كويس مع جزمه مش كويسه تحصل الاصابات دي، وبتكلف النادي حاجات كتيره جدا، ممكن من خلال ان انا اجيب واحد متخصص بتاع احمال يعمل لي يوفر لي كل الاصابات وكل المبالغ اللي انا هدفعها عشان اللاعب يعود مره تانية للملعب. الى جانب طبعا الملعب والجزمه وفتره الاعداد، عمليه التاهيل يا كابتن اسلام علشان الراجل يرجع بسرعه بعد واحنا لعلمك احنا في بعض الدكاتره عندنا هنا متقدمين جدا في العمليات ديت، هو بس اللي بينقصنا عمليه التاهيل اللي بعد العمليه بعد العمليه ما بعد العمليه تمام. هي اضافه للكابتن والكابتن حشيش انا قلت هتدخل حته فتره الاعداد، فتره الاعداد بتختلف بين كل نادي ونادي، في ناس بتعملها 4 اسابيع، في ناس بتعملها 6 اسابيع، الوحدات اللي بتتاخد في فتره الاعداد لو هي مش مقننه وبطريقه معقوله
ده الاسمنت اللي بيتحط في فتره الاعداد ده اساس الاساس العمار اللي بيتحط للعيب. عملت فتره الاعداد جيده وعملت فيها الشدات كويسه وعملت فيها السرعات وعملت فيها القوه والتحمل كل الحاجات بتاعه الاعداد البدني، لو عملتها بطريقه جيده ومقننه طول السنه هتقعد رجل على رجل مفيش اصابات الا اذا بقى حصلت يعني صدام حاجه القصه دي. فبتختلف بين كل نادي ونادي، وبدي بيترتب عليها برضو جزء من السؤال اللي انت سالته لي، ان ممكن الاصابات تيجي ايه؟ لانه ما عملش مثلا فتره الاعداد كويسه، الاساس بتاعه مش كويس وجاي من نادي ما عملش فتره الاعداد جيده، وبالتالي لما بيجي يعمل حمل عالي اثناء الماتش يعني اسبرينت عادي او عمل تحملات سرعه كتيره ما استحملش بتجيله بقى الاصابات دي. فهي الحته دي لازم المديرين الفنيين ياخدوا بالهم منها، والتباين بين اللعيبه اللي جايين من نوادي مختلفه لازم ياخدوا بالهم منها، واكيد طبعا هم على خبره جامده وياخدوا بالهم. اتفضل. دي حاجه تكمله للكلام. اللاعب احنا شفنا محمد محمود في الاصابه الاولانيه، الراجل اللي دخل راح واخده من الركبه والفخذ، نزل طريقه اللي وقع بيها ووصلت علشان كده بره بيعلم اللاعب ازاي يقع. لما بيجي يقع ما بينزلش كده، بينزل عمليه دوران بحيث ان الاصابه حتى لما بيبقى في واحد بيروح يعمل زحلقه علشان ياخد منه الكوره بيوصل لدرجه معينه بحيث ان هو حتى لما بيقع بيبقى بيتمرن ازاي يقع. والله انت فكرتني بالناس اللي مرنوني اول ما دخلت النادي الاهلي، كابتن ميا وحميد والكابتن طه الطوقي، والله بيمرنوني على اللي انت بتقوله، ان انت وانت بتقع لازم تقع على كتفك من ورا كده عشان ما يحصلكش اي اصابه. يعني المدربين اللي احنا اتمرنا على ايديهم الحقيقه افادونا علميا كتير جدا بصراحه يعني. بس ما حدش قال لي برضه، ما حدش جاوبني على موضوع الاعمار السنيه. هي لازم، لان انا اتدربت مع مدرب في النادي الاهلي كان اسمه دور ريفي، كان مؤمن بالحته دي، يعني ان الجماعه الكبار في السن. انا ما اعتقدش يا كابتن ان هو بيدي، انا مش شفناش مجاميع ولا مجاميع. هو كان يدي التمرينه عايز يريحك، ممكن يريحك تاني يوم مثلا، تمام، او يريحك من تمرينه الصبح ويمرنك بعد الظهر مثلا. يعني انا بتكلم على حاجه شفتها اسلام منه. ممكن لا طبعا اعمار سنيه مختلفه، يعني الراجل اللي هو 19 و20 سنه و21 سنه، فعدد الاسبرنتات اللي في 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 مجموعه معينه من الاسبرنتات او مسارات بيعملها، غير كان بيحط مجموعه اعمار معينه او الناس الكبار في حاجه ممكن يكون الاعداد قليل شويه، حاجات التحملات برضو كان بيفرق ما بين هنا وهنا، التايم مختلف. فهل الموضوع ده عند الراجل ده بس ولا هل الموضوع ده موجود؟ شوف يا كابتن حشيش هي بتتعمل ازاي؟ هي بتتعمل مش بالجري والاسبرنتات والحاجات دي، انت ممكن بتتعمل من خلال كوره. فانت بتلعب باك رايت، الجول بيديها لك كتمرينه. بتعمل جمله ان الجول بيديك الباك رايت الكوره وبعدين يروح مديلها الهاف باك ويكمل جري. بعد ما يكمل جري بيعملوا عمليه تبادل مراكز، راس الحرب يروح رايح الناحيه الثانيه، يبقى انت بتضمن ان الباك رايت بيعمل 75 متر. صحيح. وبعدين يرجع ترط، الباك الثاني يطلع يبتدي من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين، يبقى انت ضمنت ان الاثنين اللي على الاطراف الفتنس بتاعهم بيبقى عالي جدا من خلال تمرينه. كذلك روس الحرب على طول بيسقط وبعدين بيروح عامل العمليه تغيير الاماكن، دي كلها نوع من انواع المرونه والرشاقه الى جانب فتنس. الباكات لما بتعمل لهم تدريب مخصوص، فانت كلامك مظبوط برضو، بس في مدرب بدل ما بياخدهم كمجموعات ويبقى فيه يعني نوع من انواع الـ 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 يعني التدريب ما بقالوش طعمه ولا قيمه. منفصلين عن بعض يعني. بيخليها من خلال جمل في الكوره يعني. تمام. طيب كابتن ابراهيم، منتخب كينيا عنده او كان عنده بعض الازمات الماليه التي كانت تهدد بعدم وجوده في مصر خلال الفتره، هل ده ممكن يؤثر فيه بشكل سلبي ولا خلاص طالما جم؟ لا، هم قالوا يعني المدير الفني قال ان احنا يعني تخلصنا من المشاكل الماديه، والاتحاد الافريقي الحقيقه ساعدهم مساعده كبيره جدا انهم يتخلصوا من المشاكل الماديه. كانت المشاكل الماديه برضو اللعيبه المحترفه كانت بتطالب بمبالغ اضافيه اللي هي البدلات الانتقال والسفر والبوكيت مالي بتاعهم كل الكلام ده، اللعيبه المحترفه خدت على انهم يعني اليوم بتاعهم بيبقى بمقابل يعني.
فقدروا يعني يعملوا اتفاقات وديه معاهم، والاتحاد الافريقي الحقيقه ساعدهم مع الاتحاد الغيني، ساعدهم انهم يتغلبوا على المشاكل دي، واللعيبه المحترفه كلهم جم بالنسبه لكل الفرق على فكره، كل الفرق باستثناء اظن جنوب افريقيا بس، في فرق ما يقدروش يبعتهم حتى في، لان الدوره دي معموله مش في الوقت ده المنتخب الاولمبي الاولمبي انا بتكلم المنتخب الاول لا يعني المنتخب الاول لا اللعيبه كلها بتيجي ما فيش اي مشكله طيب كابتن حشيش برضو عايز اسال حضرتك عن يعني مباراتين تحس ان هم ورا بعض، سواء كينيا وجزر القمر. تمام. المباراتين يعني المنتخب الاول هيلعب مباراه الخميس وهيسافر الجمعه، هل ده ممكن يؤثر؟ اعتقد انه لازم يؤثر طبعا يعني لان طبعا اي مباراه في دولت، وخصوصا المباراه في الافتتاح طبعا المباراه الرسميه، وتهم طبعا اللعيبه الانطلاق والبدايه. دايما احنا قلنا البدايات بتبقى مؤثره جدا، سواء من حيث النتيجه او من حيث طبعا ان انت بتاثر على الفرق المقابله من حيث طبعا النتيجه والسكور وكده. طبعا الجهاز الفني يهمه ان يبدا مباراه كينيا بمكسب، ومكسب عريض في الافتتاحيه، فهيلعب ويسافر ويلعب ماتش تاني. وجزر القمر دي يعني برضو مسافه بالطيران الحقيقه برضو كبيره، يعني مش من البلاد حتى الافريقيه اللي هي قريبه، فطبعا لازم، لان طبعا السفر الطيران الكبير وتغيير الجو ايا كان وكده طبعا اكيد 100% هياثر. بس انا شايف الحقيقه ان الكابتن حسام المره دي عالج القصص اللي كانت بتحصل في المنتخب قبل كده، وهي الاختيارات. هو انا شايف ان هو الحقيقه واخد يعني في كل مركز يا كابتن عادل يا كابتن ابراهيم اكتر يعني ثلاثه او اكتر. شوف الباك رايت واخد مثلا احمد فتحي ومحمد هاني، المساكين واخد محمود علاء، واخد رامي ربيعه وباهر المحمدي، وايمن اشرف ناحيه الشمال واخد عبد الله جمعه، ويعني وحجازي كمان يعني، فواخد حتى الديفندر في نص الملعب يعني بعد اصابه حمدي فتحي، لا في موجود عمرو السوليه، وفي موجود طارق حامد، وفي افشه يعني، والنني كمان يعني اقصد، لا ورامي ربيعه ممكن يلعب ممكن لو حاول بقى كمان يعني يجد جوكر يعني في الحته دي. فهو الحته دي برضو هتريحه في الاختيارات، او لو في حصل لا قدر الله اصابات او لا قدر الله اجهاد، هيقدر ان هو يعني الحقيقه تغلب على الحته دي. زي ما قلنا ماتش البدايه ماتش كينيا ده ماتش يعني مهم، والانطلاقه والثقه برضو ثقه جماهير مصر كلها في الجهاز الجديد ومجموعه اللعيبه الجديده، لانه برضو يعني كابتن حسام غير جلد المنتخب او غير المجموعه، غير مجموعه كبيره جدا جدا، واضاف اختيارات جديده لاول مره في المنتخب. فاعتقد ان النتيجه والاداء تفرق ان شاء الله مع الجهاز ومع اللعيبه، وطبعا في المقام الاول الجمهور يعني. طيب خلينا نروح برضو يا كابتن عادل، لو هتحط تشكيل لمنتخبنا الوطني الاول هتحط تشكيل ازاي؟ صعب؟ لا في صعوبه لحاجه يعني، اعتقد لا خلاف على فتحي وعلى عبد الله جمعه، سرد باكين هيبقى طبعا في حجازي وفي محمود، ايوه محمود علاء، في وسط الملعب هيبقى طارق والنني، وممكن يبقى قفشه، حسين الشحات، وفي حسين مصاب، لا قالوا هيلعب هيلعب قالوا هيلعب قالوا هيلعب حسين الشحات، وهيبقى في تريزيجيه على الاطراف، وممكن يبقى يبدا بحسام حسن كراس حرب. كابتن ابراهيم انا شايف ان ابتدي بمحمد الشناوي، بكون احمد فتحي ناحيه اليمين، عبد الله جمعه ناحيه الشمال، محمود علاء ورامي ربيعه اثنين مساكين، طارق حامد وعمرو السوليه في نص الملعب، مجدي قفشه، حسين الشحات، تريزيجيه، راس حربة طبعا ممكن نحط محمود عبد المنعم كهربا او كريم طالع الجيش. تمام. طيب كابتن حشيش تقريبا نفس التشكيله، احط الشناوي حراسه المرمى، احمد فتحي،
انا احط الاثنين المساكين احمد حجازي ورامي ربيعه. الباك الشمال ممكن طبعا عبد الله جمعه. في نص الملعب طارق حامد وعمر السوليه. قدام حسين الشحات وقفشه وتريزيجيه. ممكن حاسس ان الكابتن حسام ممكن يلعب بكوكا قدام راس حمد. كوكا مصاب. مصاب ما جاش. والله طلع. ممكن زي ما الكابتن ابراهيم قال ممكن كهربا او ممكن يدي فرصه لاحمد جمعه كراس حرب. بس في نقطه ان كهربا بقاله شهر وشويه ما بيلعبش. ما جاش الماتشين اللي فاتوا. استغل خبراته كابتن عادل ممكن لان برضه احمد جمعه ما كانش. لا مش يعني احمد جمعه حسام حسن. حسام حسن. ممكن. فده التشكيل اللي حضرتك شايفه. عموما احنا بكره الساعه 6 هنعرف التشكيل بالظبط. قبل 6 5 ونص هنعرف التشكيل اللي هيلعب بيه منتخبنا الوطني. المهم التوفيق والمكسب ان شاء الله. بالظبط كده. خلينا بقى نطلع نشوف تقرير عن اشتعال المنافسه في دوري المجموعات في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، وبعد كده نرجع نتكلم اكتر بقى عن المنتخب الاولمبي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، المنتخب الاولمبي الحقيقه فاجئنا باداء لا احلى ولا اجمل ولا اروع، خصوصا في الشوط الثاني في مباراه غانا، منتخب غانا. ولكن قيم لي حضرتك اداء المنتخب الاولمبي في المباراتين سواء مالي او غانا، الاثنين مع بعض. زي ما حضرتك تفضلت كده، لعب 18 ماتش ودي وماتشين رسمي. على مدى ال 18 ماتش والماتشين، الشوط الثاني كان اروعهم من حيث الأداء، من حيث التكتيك، من حيث التغيير، من حيث الروح القتالية، من جميع النواحي كانت رائعة. ساعدنا في دي الجول بتاع غانا اللي جه في بداية الشوط الثاني. بس ده اللي بيدل على تحضير نفسي جيد. من اللي ساعدك يا كابتن إسلام إن بعد ما جابوا الجول ارتدوا وابتدوا يدافعوا. ما ده الطبيعي يا كابتن، لكن انا بتكلم ان لا مش طبيعي. مش طبيعي. لا الطبيعي ان انا، انت بتتفرج على الايتام كلها في العالم، الايتام الكويسه، واحنا عارفين ان غانا دايما والنيجيريا والفرقه دي من الولاد الصغيرين 17 سنه و20 سنه كاس عالم على طول، بيبقى واخدين كاس عالم، واخدين اولمبيات. فتيم بحجم غانا انا كسبان 2-1، وبعدين انت اللي دايما بتتقدم، يعني انت جبت جول واحنا الحمد لله رحنا جايبين التعادل بعد فترة بسيطة. الجول الثاني في بداية الشوط الثاني عملت الارتداد دي، حتى يمكن شوقي غريب قال الكلام ده في المؤتمر الصحفي، قال ان انا فعلا اللي ساعدني ان تيم غانا بعد ما جاب الجول نتيجة الخطأ الوارد جدا ممكن يحصل في اي ماتش، ان في تيم غانا ساعدني ان هو ابتدى يرتد للخلف. الارتداد للخلف ده اصفر عن تغييرات موفقة جدا من شوقي غريب ومن الجهاز، اصفرت عن هدف رمضان نتيجة تسديدة، ثم من ضربة حرة من ضربة ركنية جه جول المكسب. الروح القتالية مع الأداء الفني مع توفيق المدرب في التغيير مع الجمهور الرائع اللي كان بيدفع اللاعبين، كل ما يجي فيه جول الجمهور يعني ما بيستسلمش وعلى طول بيدافع بيدفع ورا فرقته، ثم الولاد حصل في بينهم نوع من الانسجام. الحقيقة الخطوط بقت متقاربة جدا، حتى الاصابات المؤثره، انت عارف ناصر ماهر من العناصر الاساسيه جدا بالنسبه للفرقه، معنى ان هو يصاب في اول ربع ساعه من مباراه مهمه مع مالي، مفيش شك ان دي كانت يعني ممكن صدمه بالنسبه للفرقه وخاصه في بدايه البطوله. الى جانب طبعا محمد محمود برضو كان هيبقى قويه جدا في ثم النهارده عمار برضو مش هيقدر يلعب برضو الماتش بتاع بكره، ودول ثلاث عناصر بيمثلوا صناعة اللعب في الفرقة والرمانة الميزان اللي بيتقال عليه. إنما الحقيقة الولاد الشوط الثاني كان أدائهم أكثر من رائع. في نقطة، فريق مالي رصيده زيرو، على الرغم إن إحنا كلنا كنا متوقعين إن تيم مالي هيبقى لا حاجة. ست لاعبين ناقصين هم اللي فارقين معاهم كده، أو خمس لاعبين في ثلاثة أظن جم، مش في ثلاثة جم الماتش اللي فات. لا لا الماتش اللي فات دول اللي جم بتوع زامبيا ونيجيريا، بتوع مالي ما جوش. اللي انا اعرفه يعني لغايه اخر وقت ان هم ما جوش. انا سمعت بس برضه ان هم كده كده كانوا معتذرين. هو بتاع لايبزيج وبتاع في فرقه كمان في المانيا، دول يعني بغض النظر عن الاربعه الباقيين، ولكن الاثنين دول هم كانوا الاهم دايما اللي بيعملوا الفارق الكبير، لان هم اللي كانوا دايما بيحرزوا اهداف. اتضح بقى تقييماتنا كانت مش مظبوطه،
ان المجموعه الثانيه فعلا هم الاقوى. اه الحقيقه يعني جنوب افريقيا تيم تقيل قوي، بيدافعوا كويس قوي، عندهم استحواذ، ما عندهمش يجيب جون كويس قوي يا كابتن. صح مظبوط. كل الفرق على فكره، بس كل الفرق صح، بما فيهم نيجيريا، بما فيهم كوت ديفوار، التيم اللي ممكن فاجئني الحقيقه زامبيا، حاجه جميله، اداء رائع. لسه ما خرجوش المجموعه دي. لسه في امل برضه، لسه ما خرجوش. انما الحقيقه مستمتعين، وان كان الاداء الفني بالنسبه للماتشين اللي فاتوا لكل الفرق نقدر نقول متوسط او فوق المتوسط، بس بالنسبه لمصر اعتقد اكبر يا كابتن ابراهيم بكتير. الشوط الثاني الحقيقه انا بعتقد الشوط الاول كمان، يعني احنا الشوط الاول كنا افضل من الشوط من المباراه الاولى، ولكن احنا عشان الشوط الثاني كان افضل بكتير. هو المباراه الاولى الحقيقه انا برضو بـ 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 يعني مش مع الاعلاميين انهم ابتدوا يشدوا على الـ على الـ على الفرقه جامد، برغم الاداء كان قليل. ما راعوش لكن انت عارف الدرس اللي البعض او كل الناس خدته في كاس الامم الافريقيه للكبار مخليك برضو مقلق. انت خدت، مش عارف تقول ايه يعني، لان انت مني ولا ايه؟ لا والله انا ما لحقتش. الله اكبر. لكن انا عارف اللي هو الناس كلها برضو، احنا شفنا في كاس الامم الافريقيه للكبار قعدنا ندفع 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 في الاخر، عشان كده الناس تحس ان هي عايزه. لا هو طبعا المرحله السنيه برضو لسه ما خدوش الخبره الكافيه. كلهم لعيبه على درجه عاليه من الكفاءه، انما الخبرات بتاعه الدورات الاولمبيه والمنتخبات لسه معظمهم ما خدوهاش. فالماتش الاولاني واعين تحت ضغط جامد جدا. اولا الحته اللي انت قلتها، بقول لك انت خدتها مني، حته الاخفاق مع المنتخب الاول. عامل عليهم ضغط جامد قوي، انهم عايزين يعوضوا الاخفاق بتاع المنتخب الاول. ادي واحده. نمره اتنين، الضغط الجماهيري والناس كلها متعشمه ان احنا ناخد البطوله وان احنا نروح اليابان. فكميه ضغوط شديده جدا، زائد الولاد نفسهم عندهم ضغط نفسي وعصبي جامد جدا، عايزين يحققوا حاجه لنفسيهم، وبالتالي كميه ضغوط الناس ما عطاهاش. كميه الضغوط دي بتخلي الناحيه الفنيه بتقل شويه، وبتاثر على ادائهم في الملعب. الناس كلها ما راعتش الظروف اللي واقعين فيها الشباب بتوعنا، وبالتالي كميه الجلد كانت شديده شويه. الماتش الثاني انا بشيد بالجهاز الفني الحقيقه ان هو طلعهم من القصه دي. الحقيقه المجموعه اللي لعبت، اولا الكابتن عادل ركز عليها، احنا عشان كلنا تربيه نادي اهلي، فكلنا عندنا حته الايه، المكسب، الهزيمه، الروح القتاليه موجوده عندنا جوانا، بتتنشئ من صغرنا في النادي. لما طول ما انت في النادي، الروح القتاليه، المكسب، الفوز نمره واحد، وبالتالي الروح القتاليه دي كانت غير طبيعيه بالنسبه للمنتخب الاولمبي في الماتش الثاني. الحقيقه الريمونتادا اللي عملوها مرتين، بيجي فيهم جون، بيجيبوا الكوره من الجون وبيخلصوا الجون وبيتعادلوا، وبيجي فيهم جون تاني بيحاولوا المنتدى ويتعادلوا. لو بتشوف رمضان بعد الجون التاني اللي جابه، بيجيب الكوره من الجون علشان يحطها في السنتر، لان اراده المكسب واراده الفوز موجوده عندهم. وانا بشيد بالجهاز الفني ان هو دخلها جوه الاعداد النفسي، ما هو ده اللي انا بتكلم عنه، دخلها جوه اللعيبه. الحقيقه انا بشيد بيهم في النقطه دي بالذات، ان الروح القتاليه بقت عند كل اللعيبه. الاداء المنقطع النظير بالنسبه لرمضان صبحي، والحقيقه نضج اب لما جه من بره، كان عايز يطلع كل حاجه عنده ويعوض الفتره اللي ما احتكش فيها فنيا جوه الملعب، وبالتالي اللي عايز يبقى الاداء بيبقى فردي شويه، الاداء الفردي شويه اثر عليه وابتدى يؤدي اداء مش مقنع. لما ابتدى يحتك وبيلعب في النادي الاهلي، واللياقه الفنيه بتاعت المباريات جت، الولد نضج وابتدى كمان اسلوبه اتغير، ما بقاش اللعب فردي بس، لا بقى لعب جماعي لمصلحه الفرقه، يعني بيعدي عشان يسندها لحد، مش هو اللي بيخلصها. نمره اتنين، ما بقاش يحتج على الحكام زي الاول، وبالتالي ابتدى تركيزه يبقى عالي كابتن الفريق. ابتدى يبقى عالي تركيزه، يبقى عالي جدا في الاداء الفني. حتة القيادة الفنية أكسبته روح غير طبيعية بالنسبة للعيبة، الحماس بتاعه، وأنه بيكلم اللعيبة، وأنه بيغير مراكزه. الحقيقة نضج فنيا جدا جدا جدا.
الاداء الجميل لاحمد ابو الفتوح الحقيقه من ناحيه الشمال الحقيقه. احمد ابو الفتوح عاد اكتشاف نفسه الحقيقه. حاجه اولا الاوفرات بتاعته كلها مقننه والحد، يعني لازم تبقى رايحه لزميل، وبالتالي الحقيقه اكتسبنا جناح شمال. انا بقولش باك شمال، انا بقول جناح شمال جديد للمنتخب الاولمبي، وان شاء الله باذن الله مستقبلا لمنتخب مصر. البدلة ودورهم في 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 المباراه الثانيه، يعني عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن الحقيقه نزل بتكليفات. انا متاكد انه نزل بتكليفات، حته التصويبات اللي عملها، زائد ان رمضان صبحي بيتابع كل التصويبات بتاعته، وتصويبات كلها مؤثره. دي برضه بترجع لشوقي غريب، انه مقتنع بكفاءته، مقتنع بالمهارات الفنيه اللي بيقدر يؤديها. كون انه ينزله في التوقيت ده في الوقت ده، وانه الولد ينزل بينفذ حرفيا اللي بيتقال له، ورمضان بيقدر يتابع الكور بتاعته، الحقيقه يعني تقدير موفق جدا من الكابتن شوقي غريب. احمد ياسر ريان مغامره من شوقي غريب الحقيقه، انا بشيد بيه الحقيقه، انه بيلعب براسين حربه. حته اراده المكسب دي نبع من شوقي غريب جوه اللعيبه، لان اللعيب بيحس، على فكره اللعيب بيحس المدير الفني عايز ايه. كون انه بينزل راس حربه تاني في التوقيت ده وهو متعادل، يعني بيقول لك لا، ده المدير الفني عايزنا نكسب، وبالتالي الاراده بتاعت شوقي غريب داخله جوه اللعيبه، وبالتالي القوه الاراديه بتاعت اللعيبه بقت متكاتفه جدا، وعايزين فعلا عايزين يكسبوا، وفعلا تحقق لهم المكسب. الحقيقه انا بشيد بالجهاز الفني الحقيقه بتاع المنتخب الاولمبي، ونطلب منهم المزيد الحقيقه في المرات اللي جايه. ليا برضو حاجه بالنسبه للماتش اللي جاي، طبعا ممكن ناس هنتكلم يا كابتن على الماتش اللي جاي، بس خليني اروح للكابتن حشيش واقول لك كابتن حشيش سؤال برضو مهم. اللياقه البدنيه اعتقد لها دور مهم. مليون في المية طبعا. يعني انا شفت في الجوله الاولى، اول جوله حقيقه، واتكلمت عليها المره اللي فاتت، انه كنت شايف اللعيبه اصابات جهاد شد البدني كله بيقع الشوط الثاني، فكانوا معرفش. انا حتى قلت يعني هل الفرقه دي ما استعدتش للبطوله دي كما يجب. الحقيقه شفت المباراه الجوله الثانيه، كان في مضاعفه في الجهد، كان في مجهود كبير بيتعمل في كل المباريات، زائد كمان كان في ملحوظه في الجوله الاولانيه ان كان نسبه التهديف قليله قوي، يعني ماتشات 0-0 و1-1 و1-0. الجوله الثانيه ابتدى يبقى في 3-2 مصر وغانا ونيجيريا وزامبيا 3-1، ابتدى يبقى في سكور. ده دليل على ان المستوى، وفعلا دي حقيقه، المستوى الفني بتاع المباريات ابتدى يعلى من الجوله الثانيه. اعتقد انه هيعلى كمان الجوله الثالثه وفي الادوار قبل النهائيه. كذلك برضو شفنا اسلحه من الاسلحه اللي برضو ما شفناهاش من فتره كبيره، حكايه الكور الثابته. شفنا لعيبه على مستوى عالي قوي بتجيب، يعني في ولد في الكاميرون جايب جون فاول من بره يعني عالمي، غير كده برضو في هداف من نيجيريا نفس القصه. فدي سلاح من الاسلحه الموجوده. السؤال اللي انا عايز اقوله بالنسبه للكابتن شوقي غريب في المباراه اللي جايه، هو ما بين حتتين يلعب بتقريبا. طيب قبل بس ما نتكلم عن المباراه القادمه، خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر استعدادات المنتخبنا الاولمبي عن هذه المباراة، هي مباراة غدا إن شاء الله أو النهاردة بقى. خلاص الساعة 12:30 خلاص، ولا واحدة إلا تلت، فبكرة إن شاء الله المباراة الساعة 8 أو النهاردة المباراة الساعة 8 مساء. خلينا نطلع نشوف آخر استعدادات منتخبنا الأولمبي ونرجع نتكلم عن مباراة الكاميرون. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. مباراة الكاميرون غدا يا كابتن يلعب بنفس التشكيل، ولا هو كابتن شوقي قال في تصريحه بعد في المؤتمر الصحفي بعد مباراه غانا ان هو مش هيغير كتير في المباراه القادمه، باستثناء يعني طبعا عمار حمدي كده موقوف عرض نظري. المباراه دي في غايه الاهميه بالنسبه لنا لسببين. نمره واحد، انت لازم تاخد الصداره علشان حاجتين، هتلعب في الاستاد طبعا، ده بيمثل لك حاجه مهمه جدا انك منتخب بلدك بتلعب على الاستاد، وطبعا الفندق والاقامه وعمليه الاستشفاء والحاجات اللي انت عارفها دي. الحاجة الثانية بتلعب في توقيت اللي انت بتلعب بيه الساعة 8، وبالتالي مباراة بكرة في غاية الأهمية، اللي انت عايز تتصدر المجموعة. هتتصدر المجموعة يا إما من خلال انك تحصل على 3 نقاط، أو على الأقل
تاخد نقطة تعادل بحيث انك انت تبقى متصدر. ودي حتتين مهمين جدا، الى جانب انه زي ما انا عارف انه تمرينات ما بين من يوم الاثنين لحد النهارده كلها حاجات استشفاء، يا اما تدريب ربع ساعة، حاجات كلها بسيطة جدا. ما فيش شك ان هو مش هيغير نفس التشكيل تقريبا، نفس التشكيل، لانه هو باستثناء عمار عشان انذار تاني. هيبقى مين بقى؟ يعني هيلعب احمد ياسر راس حربة تاني، ولا هيلعب احمد غنيان؟ اعتقد برضه مصطفى محمد وصلاح محسن مش هيغير، لانه صلاح هو دايما بيدفعه ناحية اليمين كسرعات، ومصطفى محمد ورمضان هو اللي على الطرف، هيبقى اسمه ايه ده؟ عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن هيبدا بيه، لانه التشكيله مش هيلعب فيها كتير، لانه خط الظهر ما فيش فيه اي تغيير، استحاله هيبقى فيه تغيير. عراقي وطبعا اسامه ومحمد عبد السلام واحمد رمضان وابو الفتوح اكرم، وهيبقى رمضان ومحمد مصطفى محمد وصلاح محسن وعبد الرحمن مجدي. تمام كابتن ابراهيم. هو انا كان ليا راي الحقيقه، يعني احنا عايزين نقتدي بمنتخب الجزائر اللي كسب بطوله افريقيا، هو لما ضمن الماتشين الاولانيين انه يتاهل للنهائيات دفع بالمجموع الاحتياطي حوالي 7-8 لعيبه من الاحتياطي واداهم الثقه انهم كسبوا، وبالتالي الروح القتاليه كانت موجوده عندهم جدا جدا. المجموعه اللي نزلت الماتش الثالث وقدروا يكسبوا الماتش. هو بين نارين دلوقتي شوقي غريب، يا اما ينزل بالمجموعه الاساسيه وعشان يحتل المركز الاول، واما يدي لازم، انا بقول لازم بعض اللعيبه لازم يريحوا، لازم على الاقل 3-4 لعيبه من المجموعه البدله لازم يبقوا موجودين جوه الملعب، بحيث برضو التشكيل الاساسي يبقى في يعني اغلب الخطوط يبقى موجود فيها 2-3، ويبقى يستعين ب3-4 من اللي بره اللي ما خدوش فرصه الكافيه انهم وانا شايف ان هو كل العناصر اللي هو اختارها كلها مؤهله انهم يبقوا اساسيين، ما فيش حد قليل منهم، كلهم بيمثلوا انديتهم في الدوري، وبالتالي اي حد يعني يلعب بنفس التشكيله كابتن ولا لا؟ انا بقول لازم بعض العناصر ترتاح شويه، بالذات اللي خدوا يعني انا بقول في وسط الملعب مثلا لازم يدي فرصه للناس اللي ما لعبتش قبل كده. يعني عمار، انا نصيحه انا نصيحه لعمار كده على الهامش بقول له يعني ما تحتاجش على الحكام كتير، وانتبه وخلي تركيزك في اللعب بس، انت بروميسنج ان انت تبقى لعيب جامد قوي في المستقبل، سواء مع النادي الاهلي او المنتخب، خلي تركيزك كله في اللعب يعني. فنصيحه مخلصه للعيب، انا شايفه انه هيعمل لنا حاجه كويسه في المستقبل يعني. انا شايف ان يغير مين، يقعد مين؟ انا بقول ان يدي فرصه لاحمد ياسر ريان من بدايه الماتش بدل مصطفى. تمام. رمضان انا بقول ان رمضان برضه يصبر عليه يريحه، لان احنا برضه احنا بنفكر في المركز الاول، سواء في دي او في المركز الاول. يصبر لا يعني يريحه، يخليه مع المجموعه الاحتياطي لو احتاجنا له ينزل. انا شايف ان كل المجاميع كلها الحقيقه كلهم كويسين، يعني تشكيل مصر قدام غانا قدامي اهو، نريح رمضان صبحي ونريح مصطفى محمد والبدلة، ياسر كان كويس قوي، عبد الرحمن لازم نديله من البدايه لما نزل عمل شغل كويس قوي، واحمد ياسر لازم نديله من البدايه عمل شغل كويس قوي. في وسط الملعب ممكن انا بقول كريم العراقي برضه نريحه، ندي اكرم توفيق فرصه ان هو يبتدي من الاول. احمد ابو الفتوح الحقيقه لو في باك شمال على نفس المستوى، احمد الفتوح يبقى يعني. بس هو اكرم على فكره بيبتدي المباريات السابقه، يعني المباراتين السابقتين كان بيبتدي، بدا مالي وبدا حضرتك تقصد يلعبوا ناحيه اليمين يعني. انا يلعبوا ناحيه اليمين واحمد هو بالفتوح نخليه للشده شويه. تمام كابتن حشيش. بص انا من رايي فايده ان انا رايح اللعيبه اكتر من ان انا اطلع اول او تاني. زي ما الكابتن عادل بيقول الاستاد، احنا كده كده هنلعب في القاهره، مفيش حاجه هتتغير. انما فايده ان انا اريح اللعيبه اللي عملت مجهود كبير قوي اكبر من طاقتهم
في المباراة الثانية، فلازم يريح عناصر كتير، وانا لو هقولهم بالتحديد لازم ابو الفتوح يريح، عمل مجهود غير عادي. رمضان صبحي لازم يريح بعد المجهود والسبرنتات الكتيره اللي عملها والالتحامات والحاجات دي. كريم العراقي الباك رايت عمل مجهود في الشوط الثاني برضو جامد جدا. مصطفى محمد لازم يريح، يبدا بقى يدي احمد ياسر من البدايه، يدي عبد الرحمن مجدي. الناس دي على فكره لا تقل عن الناس اللي بتلعب. زيارة الوزير طبعا المنتخب الأولمبي منذ قليل النهاردة يعني. فضل يا كابتن. فطبعا تريح اللعيبة دي مهم جدا جدا، المباريات مضغوطة. عايز أقول حاجة كمان، إن إحنا ما يفرقش إن إحنا نلعب الأول أو الثاني، لأن المجموعة الثانية بصراحة أثبتت إنها كلها جامدة يعني جنوب أفريقيا وزامبيا كلهم بصراحة. أي حد فيهم ما تقدرش تقول، حتى لو الترتيب دلوقتي جنوب أفريقيا أول ونيجيريا ثاني، كوت ديفوار ثالث، زامبيا رابع، النقاط ما قريبه جدا يعني. ممكن الجوله الثالثه دي ما تعرفش مين اللي هيبقى فوق ولا تحت يعني. انت مش لغايه دلوقتي لسه زامبيا مثلا بونت واحد وممكن يصعد يعني المجموعه الثانيه صعبه جدا، واي فرقه فيها انت هتلاعبها مش هتفرق بقى اول او ثاني. فحته تريح اللعيبه لازم، لان دايما يا كابتن عادل او غالبا بيبقى الحماس الزياده عن الحد بيضاعف المجهود اكتر من طاقه اللعيب نفسه. فموضوع الراحه دي مهمه جدا. اعتقد ان برضو فروق المستويات بين اللعيبه المختاره مع المنتخب القائمه كلها فروق بسيطه، بل بالعكس الناس اللي يمكن خدت فرص بسيطه خلال المباراتين اللي فاتت او ما لعبتش خالص عندها الحافز والدافع انها ان شاء الله تكون مشاركه في المباريات وتشارك ان شاء الله في الانجاز ده. تمام، متفق معايا الكابتن حشيش. تمام، ما هي اصل وجهات نظر حضرتك كله صح. يعني هي دايما كره القدم نسبيه، فيها كله صح الكلام اللي بيقوله الكابتن عادل، وممكن احنا نكون غلط احنا يعني. لا، هي في الاخر كله صح. لو الكلام اللي حضرتك قلته ده الكابتن بكره لعب بكده وكسب هنسقف له. لو الكلام اللي الكابتن عادل لعب بيه هنسقف له برضه. طبعا هنستنى للماتش اللي بعده. هنسقف له هتعمل فينا احنا ايه؟ لا، هو هيبقى شايف اكتر مننا يا كابتن. بالظبط. طبعا الحاجه الثانيه انت لو اتغلبت بكره بردود النفسي على اللعيبه اللي لعبوا بدلاء وعلى الجهاز الفني وعلى الجمهور. مردوده هيبقى صعب شويه. هتكسر الفرحه يعني. هتكسر الفرحه. وبعدين في نفس الوقت هتبقى داخل في الدور الاربعه وانت منتخب الكاميرون. منتخب قوي. طبعا. لا، عنده طبعا كابتن، عنده لعيبه غير مالي يا كابتن. انت شفت مالي اجسام يعني صغيره، مش اجسام القويه. الكاميرون نيجيريا تلاقي الحد لعيب، والكوت ديفوار حاجه ايه؟ اجسام عنده ثلاث لعيبه كمان، عنده ثلاث لعيبه محترفه، عنده المهم نكسب. المهم نكسب بالظبط كده يعني. في الاخر هو متعادل كله نسبي يعني. بالظبط. بيلعب في تركيا، ايريك ايوك ده بيلعب في تركيا وده جاب جونين في مشوار التصفيات. في فيكتور ايكاني ده بيلعب في الدنمارك، وستيفان زويو لاعب تولوز الفرنسي. يعني عنده لعيبه محترفه، الكاميرون عنده لعيبه محترفه وجوم وموجودين مع الفرق يعني ما نستهنش بيهم. انا برضو ما زلت بقول احنا بنبص للمركز الاول وان انا هكسب البطوله، لازم ادي فتره راحه للعيبه واخليهم معايا، ممكن استعين بيهم في الشوط الثاني لو لا قدر الله حصل اي حاجه، انما لازم ادي فتره راحه يعني. تمام. عموما بكره ان شاء الله المباراه الساعه 8، هنشوف بقى برضو ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. ما تنسوش حضراتكم ان احنا هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعة الخامسة قبل مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب كينيا، وهنتكلم عن مباراة منتخب مصر الأول مع منتخب كينيا في استاد برج العرب، وهنتكلم أيضا عن مباراة منتخبنا الوطني مع الأولمبي ضد منتخب الكاميرون في تمام الساعة 8. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا كابتن عادل. شكرا جزيلا يا كابتن إبراهيم. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ما تنسوش، وأنا عايزكم بقى تفكروا من النهاردة إن شاء الله يوم السبت القادم هيكون عندي في برنامج سهرة مع حلقة هامة جدا 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 مع واحد من أهم وأفضل المدافعين اللي لعبوا في النادي الأهلي. أنا مش هقول لكم مين دلوقتي، لكن أنا عارف إن حضراتكم هتفضلوا تخمنوا، وهكتبها دلوقتي على الصفحة تشوف برضو تخمينات هتطلع إيه. يوم السبت عندي حلقة. قديم ولا جديد؟ طيب يعني برضو الدنيا. لا، هو بطل يعني. بطل. من زمان ولا قريب؟ هنشوف بقى. ما انا لو قلت اصل هو في معلومه واحده لو قلتها خلاص هتخلص الموضوع. فمش هينفع اقولها يعني. طيب. يعني حافل بالمفاجآت يا كابتن اسلام. هنشوف يوم السبت ان شاء الله عندنا حلقه هتبقى هامه جدا في برنامج سهره مع
وبناء على طلبات جمهور النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله تبقى حلقة حلوة جدا جدا وحضراتكم تستمتعوا بها. ولكن احنا بكرة إن شاء الله على الهواء مباشرة معاكم في تمام الساعة 5 قبل مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب مصر. منتخب مصر الوطني الأول مع منتخب كينيا في أولى المباراة الرسمية للكابتن حسام البدري، وأيضا قبل مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي مع منتخب الكاميرون. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعة 5 وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.